السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم خمرات معمرين بدون اختمار اللي غادي نحتاجوه في المقادير ديالهم. بالنسبه للعجين غادي نحتاج جوج زلايف ديال الدقيق الابيض الفورص، غادي نعبروا بزلافه العاديه اللي كنشربوا بها الشوربه او الحليره، وغادي نعبروا زلافه ديال الدقيق القمح الفينو زلافه وحده فقط مع جوج زلايف ديال الفورص، يعني الفورص تيكون غالب على القمح. هذه هي العجينه الاساسيه اللي كندير دائما وكتنجح معايا. غادي نزيد عليها معلقه ديال خميره الخبز، ونزيد عليها جوج معلقه ديال الزيت، وغادي نضيف كذلك واحد المعلقه ديال السكر، وغادي نزيد واحد ربع معلقه صغيره ديال الملح، وغادي نجمعوا هذا الشيء كامل بالماء اللي تيكون دافي باش العجينه ديالنا دغيا كتخمر وكتطلع. فغادي نخلط في الاول وانا كنضيف الماء حتى كتجمع لي العجينه. من بعد غادي ندلكها مزيان، وغادي نخليوها تجي شويه خفيفه، ما تكونش ثقيله بزاف وقاصحه، كيخصنا نعطيوها الدلك حتى كترطب. كيف شفتوا معايا بعد ما جمعت العجينه ديالي، فانا كندلكها مزيان وانا كنضيف الماء حتى كترخف عندي العجينه صافي، وكنغطيوها بالبلاستيك الغذائي بعد ما كندهنوها بواحد شويه ديال الزيت وكنخليوها كتخمر. غادي ندوز دابا نحضر معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه عندنا هنايا بصله وحده كبيره مشلطه رقيقه، درتها كتشحر مع الزيت حتى كتنزل. من بعد غنزيد عليها جوج حبات ديال الفلافل الوان احمر واخضر اللي كنقطعهم مربعات صغار، غادي نخليهم حتى هما كينزلوا مع البصله. من بعد غادي نزيد عليهم الكفته اللي كتبقى على حسب الرغبه، غادي نديرو 250 غرام حتى 300 غرام. وعندي هنايا الثومه خرقوم البلدي، تحميره، مركز الطماطم، وشويه ديال البزار. غادي نخلي الكفته ديالي مع البصله والفلافل، كنزيد لها واحد شويه الماء باش هذيك العطريه ما كتحرقش لي، وكنخليها كطيب حتى كيطيب لي اللحم وكتنشف لي هاد الحشوه ما كيبقاش فيها الماء. واخر حاجه ملي كنبغيو نطفيو عليها كنزيدو واحد جوج معلقات كبار من القزبر ومعدنوس مقردين رقاق والملح حسب الذوق. غادي نطفيو على الحشوه ديالنا ونخليوها بعد ما كطيب وكتنشف من الماء نخليوها كتبرد. غندوزو دابا العجينه اللي كنهبطو من هذاك الهواء اللي تيكون فيها، وكنقسموها كويرات اللي كيكونوا متساويين، كندهنوهم بشويه ديال الزيت. بعد ما كنساليو مباشره كناخذوا الكويره الاولى اللي بدينا بها، كنسرحها واحد شويه بالزيت، وكناخذ واحد القطعه من الفرماج مربع ديال الساندويش كنديرها لتحت، وكندير فوق منها ديك الحشوه اللي وجدت معكم اللي كتكون بردات. كندير واحد المعلقه كبيره عامره او جوج معلقات، وكنجمعوا الجوانب ديال العجينه الوسط كنقرصوها باش كتجمع مزيان وكتسد ما كتحلش لينا صافي. كنحطوها على جنب وكندوزو ناخذ الكويره الثانيه اللي غادي نعمروها بنفس الطريقه. بالنسبه لهاد المخيمرات ما غاديش نقرصوهم بالطحين، كنستعنوا فقط بالزيت، كنبقاو ناخذ شويه ديال الزيت وكنسرحوا الكويره ديالنا، وكنديروا فوق منها كيف قلت لكم فرماج اي نوع، ممكن ديروا حتى الجبن اضام هذاك الاحمر، ولا ديروا الجبن ديال الموتزاريلا حتى هو محكوك، اولا هذا. بالنسبه لي انا كنفضل هذا، كيجي زوين في الساندويشات. بالنسبه لهاد المخيمرات كيجيو بحال الساندويشات تماما، ما كتجيش فيهم ديك البابه، وكيجيو عامرين بهاد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف. والحشوه ضروري تخليوها حتى كتبرد عاد كتعمروا بها العجينه ديالكم، حيت اذا كانت سخونه غادي تقطع لينا العجينه وما غاديش غادي كلها تفسد لينا، ما غاديش تجينا مزيان. ملي كنساليو مباشره كناخذوهم كنسخنوا المقله، كنرشوها بشويه ديال الزيت، كنحطوا فيها الكويره ديالنا ما كنقرصوهاش، كنقرصوها في المقله. هاد الطريقه كتخلي الخبيزات ديالي ما كيتحلوش وما كتخرجش منهم الحشوه. فكنقرصها واحد شويه بيديا بسرعه في المقله وهي سخونه. ملي كنقرصها كنخليها واحد جوج ديال الدقائق وكنقلبها صافي، وكنبقى نقلب فيها، نقلب في الخبيزات ديالي بهذا الشكل هذا، وكنبقى ندور بيدي حتى كيتحمروا وكياخذوا داك اللوين وكيطيبوا من الداخل صافي، وكنحيدو. ودائما كنرشوا المقله ديالنا بشويه ديال الزيت، والنار هنايا كتكون متوسطه ما كتكونش ناقصه بزاف، وفي نفس الوقت ما كتكونش مجهده. شفتوا معايا في الاخير كيجيو زوينين بزاف
مع شي بريد ديال اتاي او مع شي مشروب بارد في هذا الصيف هذا، شي حاجة سهلة وخفيفة في نفس الوقت ممكن تحضروها بسرعة، يعني بلا ما تخليهم يخمروا، غير كنساليو كنبداو نقرصو فيهم. العجينة كنخليوها تخمر المرة الاولى فقط صافي، وكنبقى مكملة بنفس الطريقة حتى كنسالي الخبيزات ديالي كاملين، وكنكونو فرشين واحد ورق زبدة او شي توب نقي، وكنحطو فوق منهم الخبيزات بعد ما كنطيبو. شتو معايا الطريقة؟ هالطريقة هذه كتخليهم ما يتحلوش لكم وما تخرجش الحشوة، والعجينة ما كترخفش، ماشي بحال ملي كنقرصوها خارج المقلاة وكنبغيو نهزوها نديروها في المقلاة كتبدا تقطع علينا وكتبدا تخرج الحشوة. كيف شتو معايا؟ ملي كنحطها في المقلاة ما كنزكاش عليها، كنبقى ندور فيها بيدي بحال هكا مرة مرة، وكنقلب حتى كتحمر من جوج ديال الجوايه وكطيب. شتو معايا كيفاش كيجيو من الداخل؟ كيجيو زوينين وخفاف، وداك الفخوماج كيدوب فيهم من الداخل، كيعطي واحد التهليكة، واحد اللذة زوينة بزاف، وما كيتجيش فيهم ديك البابة ديال العجينة نهائيا. وهاد ملي كنحطوهم في المقلاة فما كنقرصوهمش بزاف، كنكبروهم، كنديروهم غير مخيمرات صغيورين يعني متوسطين بهذا الشكل هذا. ملي كيطيبو كنحطوهم فوق واحد ورق الزبدة باش ما كيعرقوش ليا، كيجيو رائعين جدا، كنتمنى تجربوهم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديال اليوم تخليو لايك وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم. هذا هو الشكل النهائي الخبيزات ديالي اللي كيجيو منفوخين وخاويين من الداخل، معلكين بهذيك الحشوه والفخوماج اللي درنا ليهم. فما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء وتخليو لايك الى عجبكم وتشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في فيديو جديد، سلامه.